إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى أيها الحاضرون قد أضلتنا عشر ذي الحجة أقسم الله بلياليها فقال والفجر وليال عشر وهي من أيام الله الحرم وخاتمة أشهر المعلومات التي قال فيها الحج أشهر معلومات نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان قال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر رواه ابن حبان وفضيلة عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيها من الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها وكل عمل صالح فيها أحب إلى الله من نفس العمل إذا وقع في غيرها قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه أبو داود وأصله في البخاري قال ابن رجب رحمه الله وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها وقد كان السلف رحمهم الله يجتهدون اجتهادا كثيرا بأعمال صالحة فيها كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت عشر ذي الحجة اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه ومن فضل الله وكرمه أن تنوعت فيها الطاعات فمما يشرع فيها الإكثار من ذكر الله قال عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أيام العشر وذكره فيها من أفضل القربات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه أحمد أيها الحاضرون وأفضل الذكر تلاوة القرآن فاقرأوا كتاب الله في هذه الأيام أيها الحاضرون وتصدقوا فإن الصدقة عمل صالح بها تفرج كروب وتزول أحزان وتوبوا إلى الله توبة نصوحة فإن الله أمرنا بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم لك الحمد كله اللهم لك الشكر كله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله صلوا على الحبيب فإن الله أمرنا بهذا الأمر العظيم وبدأ بنفسه وسن بملائكته وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين، اللهم ارض عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، اللهم ارض عن أتباع دينك الحنيف إلى يوم القيامة. اللهم يا سامع الدعاء، اللهم يا سامع الصوت، أجب دعواتنا في هذا اليوم المبارك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة ومن النوافل يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا أن ندعوك يا الله، اللهم وفقنا أن نصوم في هذا العشر، اللهم وفقنا أن نصوم يوم عرفة، اللهم وفقنا أن نتوب إليك توبة نصوحا، اللهم وفقنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت. اللهم وفقنا أن ندعوك دعاء مقبولا في هذا العشر وفي يوم عرفة يا الله. اللهم تقبل منا حجا مبرورا، اللهم تقبل منا حجا مبرورا، اللهم تقبل منا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اللهم وفقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حفيظ احفظ علماء بنغلاديش، اللهم يا حفيظ احفظ علماء الدين، اللهم يا حفيظ احفظ المسلمين في أنحاء العالم كله. اللهم يا نصير انصر المظلومين في كشمير، انصر المظلومين في ميانمار، انصر المظلومين في فلسطين. اللهم ليس لنا نصير إلا أنت يا الله، يا نصير يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا غفور يا شكور. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عباد الله اذكروا الله فإن ذكر الله تعالى أعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. أقيموا الصلاة.